تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت نبدأ من البسملة لأني وجدت كثير من إخواننا وأخواتنا يقرؤونها كثيرا لكنهم لا يعرفون سر هذا التركيب. هذا الباء بسم الله الرحمن الرحيم هذه معمول، هي متعلقة بعامل محذوف. التقدير أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مستعينا باسمه، مستعينا ومتبركا نعم. وذاكرا له، وذاكرا له جل وعلا. ونحن لو خرجنا شوي فصلنا قليلا، يقدر هذا المعمول المحذوف فعلا متأخرا مناسبا للسياق حسب الحال. نعم. أما يعني إذا جت آكل أقول بسم الله متبركا باسمه، بسم الله آكل، بسم الله. إذا جت أقرأ كأن بسم الله أقرأ. نعم. أما هذا هو، ونقدره متأخر حتى لا يتقدم على اسم الله شيء. نعم ممتاز. نعم. ونقدره مناسبا للسياق، إذا كان أكلا فنقدره آكل، وإذا كان حسب الحال، حسب الحال. يجي يفتح باب السيارة بسم الله أفتح، كأنه بسم الله أفتتح. نعم. بسم الله أسير سيارتي. بسم الله أسافر، بسم الله أنا، وكل عمل لا يذكر فيه اسم الله وبال على صاحبه فهو أبتر، كما جاء في الحديث الذي حسنه جمع من أهل العلم. من أهل العلم. ونحن نبدأ بسم الله أولا تعظيما لله، لأن هذا الكون كله ملك لله. صح. فلا يليق بالعبد أن يقتحم على المالك جل وعلا إلا بعد أن يطلب الإذن منه. أيضا نحن نبدأ بسم الله استعانة به جل وعلا، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثم بعد ذلك أيضا نحن نتبرك بسم الله جل وعلا، وإذا نزلت البركة من الله جل وعلا فلا تسل بعد ذلك عن الخير الذي يحل في البيت وفي المطعم وفي المشرب. ولذلك إذا دخل الإنسان المنزل فقال بسم الله ما قدر الشيطان يدخل معه. إذا قال بسم الله عند الأكل ما قدر الشيطان أنه يأكل، فتطرح فيه البركة. نعم. تجد طعام قليل يكفي 4-5. لكن إذا ما قال بسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت وأدركتم العشاء، أعوذ بالله. ولذلك إذا الشيطان يبيت ويأكل في بيوت لا يذكر فيها اسم الله. نعم. فإذا انضاف إلى ذلك بيوت فيها المعازف ولا فيها الصور والتماثيل، تأتي إلى بعض الناس تجد أنه يشتكي من الفوضى والضوضى والمشاكل والقلق والارتباكات بينه وبين زوجته، والزوجة بينها وبين زوجها، والأبناء إلى آخره. تسأل عن أبسط هذه القضايا، أبسط شيء، هل تقول بسم الله عند دخولك وعند خروجك؟ يقول ما أدري ما أذكر. لذلك إذا استعصم الإنسان بربه جل وعلا لم يستطع الشيطان أن ينال